بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: أن إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة من خلالها. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد العموم، تشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، أن المرأة خلقت من ضلع، وبين ذلك أنها شأنها كالضلع لا تستقيم، لا تستقيم، لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل. ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال إن المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، يعني إن حاولت أن تقيمها تجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فإذا يستفاد من ذلك أيها الأخوة المستمعون الكرام أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق والرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة إلى آخره، والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه، لما في المرأة من قصور ولما في المرأة من ضعف ولما في المرأة من نقص. وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فهذه صفة المرأة. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة ووضعها وأنها خلقت على هذه الصفة، يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل خطأ من أخطائها أو بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا، وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير.